مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الفار من قناة دبليو تي في، قناة وطن. ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة. ليقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة. ليقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. من السه واضحة الأمور، مو تقول الحكومة ما دفعت، تواجهنا مشاكل، يعني شهر واحد ماكو رواتب. من السه أي الرجال قالكم بياب عبارته صريح، رجال يحب الصراحة. مو أنت النسوان تلحن عزلين ماكو راتب، وقبل تاخذون الراتب وتركضون المولات تشترون بالهدوم، شو تسوون بالهدوم؟ مكومات هدوم حاطتهم بالكنتور، لا تطلعن لا تروحن، شو تسوون بين؟ وبعدين ورا ثلاثة اشهر كلهم ما يقدرون تلبستن، يا الضعيفه صاير عليها يا سمينه ما ينقد عليها. بطلن؟ فكرن ببيتشن؟ رواتب ماكو؟ من هسه؟ ماكو، نقلكم. مو بعدين يسوون لنا مشاكل، الاقتصاد ضروري بالبيت. انا احكي يعني جد مو جاي شاقه. يعني خاصة النساء ما ترام هاي قاعد شو الزحام على المولات على شنو الملابس؟ والله عم احنا لو ما طلع برنامج ما نلبس ملابس، شنو نسوي لابسين ملابس؟ نضل بقميص وبنطلون، شو نسوون بهن؟ وما تطلعن. وبعدين اكو شغله، انت الموظفات انت دام 24 يوم، يعني 24 يوم يوميا قميص بدلاته، إذا مو 25 بعشرة أو بنطلون أو تنورة، يعني 25 يطلع بال 500 ألف بس ملابس غير الميك اب. إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ سمعتوا إيش قال؟ إيش قال؟ ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة. ليقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. واضحة الأمور؟ منس بعد؟ منس ما نكذب عليكم احنا.